الشاهد لا زلت أدرس النحوي الآن في كلية الحرم. نعم. والحقيقة أفادني كثيرا التدريس في الحرم. لماذا؟ نعم. إذا أردت أن تضبط مادة درسها. الله أكبر. وبعض الطلبة يقول لي كيف أضبط النحو؟ قل له لو تدفع أجرة للناس. ادفع أجرة للناس حتى يستمعوا إليك. لا إله إلا الله. حتى يستمعوا إليك. ويقول لي أحدهم إن عالما في أرض شنقيط اسمه أحمد بن عمر وهو من شيوخي الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان الشنقيط أنه ذهب إلى إحدى المحاضر التي يقرؤون فيها العلم. نعم. وجاء بمكتبة كاملة وجاء بهذا. أبوه ليس على درجة علمية جيدة. نعم. ذهب إلى حي بجانبه قال أنا لي عندكم حاجة. قالوا ما هي؟ سوف نقضيها لك. أبوه نعم. قال اقرأ العلم على ابني. سبحان الله. سقرأ العلم على ابني لأنه إذا قرأ لا قرئ عليك علم وشرحته لن تنساه. كبدا. وأحيانا الإنسان يضع إلى محاضرة أو شيء. نعم. فيحضر المادة الذي وفق في إلقائه في المحاضرة لن ينساه أبدا. الله نعم. إذا درست شيئا ودرسته لا تنساه مطلقا. فأنا أنصح طلابي بأنكم إذا تعلمت شيئا من النحو درسوه علموه للناس وحتى لو تدفعوا لهم أجرة ليستمعوا إليكم. وأقول لبعض الطلاب هل ترى أنك تضحك علي؟ أنا اللي يضحك عليك. لا إله إلا الله. هذه زكاة العلم. نعم زكاة العلم. نعم. فهذا ما عندي على الموضوع والله سبحانه وتعالى.